اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا الاعزاء <applause> كيف حالكم ان شاء الله دائما بخير درسنا هذا اليوم هو عن المنهج الجديد للغه الانجليزيه للصف السادس الابتدائي شرح وحل كتاب الطالب الملون موضوع اسئله القطعه مال المجله وراح راح نفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر يجب على التلميذ تعلم معرفه كيفيه استخدام وحفظ كلمات الدرس شكو كلمه تجي هي ومعناها لازم تحفظها حتى لو ما كتبت لك ياها. حتى تفيد نفسك قراءة واملاء ومعنى احفظ يا عزيزي علق بتم اذا وصلك الفيديو المنشور لضمان متابعتك لنا اسم قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك انجلش وذ الانجليزية مع وائل اشترك الان سبسكرايب يونت 2 الموضوع مالتنا يونت 2 لسن 7 الدرس السابع تشيك ماي understanding تفحص وتأكد واختبر نفسي وفهمي لل موضوع يرجى مراجعه في فيديو الدروس السابقه قائمه تشغيل خاصه بكم اللي هي انجليزي سادس ابتدائي الجديد الصفحات راح ناخذها من كتاب الطالب الملون هي 34 و 35 pages 34 and 35 of the of the pupils book زين شكرا له وشكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبه ربي يحفظكم شاركوا الفيديو لكي تعمل فائده زكاه العلم نشره والدال على الخير كفاعله نبدا بسم الله الصفحه 34 من الكتاب الملون بدايتها يقول لك read working in a busy hospital العمل في المستشفى المزدحمه هي هاي القطعه نفسها مال ابلوك مال مدونه نفسها هي القطعه مال دكتورز ستوري مع قصة الطبيبة فهي إلها ثلاثة أسماء إذا يسمون لكيها أبلوغ تعرفها إذا يسمون لكيها دكتورز ستوري قصة الطبيبة تعرفها وإذا يسمون لكيها وركن إن بيزي هوسبيتال نفس الاسم هنا ثلاثة أسماء نفس القطعة يقول لك اقراها ريد اقراها مرة ثانية آند تيك وخلينا اشارة هاي الإشارة مع صح ويا Yes إذا الجملة صحيحة أور نو no جوا نو no إذا الجملة خطئة آني مثل هذا هن الثمانية أجيب لك في الامتحان ما شهر الثاني من عندهن ستة جاوب خمسة تترك وحدة فبصريقتنا بالامتحان هي ترو فولس ترو الكلمة الصحيحة إشارة وياها صح وفولس الكلمة الخطأ الجملة الخطأ وإشارتها الخطأ الحد الان هسه هاي القطعه الداخله بالامتحان مال الشهر الثاني. لحد ما تجينا التعليمات من التربيه اذا هي مطلوبه وزاريا او للاطلاع، بس هسه حاليا تعتبر مطلوبه فلازم تفهمها وتحفظها. نمبر 1 راح نبدي نحل هذا يعني عمود اليس yes اللي هي يعني ترو صحيحه وهذا عمود النو no اللي هي فولس خطا. راح نحط بس اشاره عليها حتى نختصر. بس بالامتحان قلنا تكتب كلمه ترو وشارة صح إذا صحيحة وكلمة فولس وشارة خطأ إذا خطأ number one نبدي a surgeon is a doctor who does operations الجراح هو الدكتور طبيب uh, الذي يعمل uh, عمليات هذا الشيء صحيح لو خطأ موجود بالقطعة فهذا الشيء صحيح true صح yes number two يقولك like she always does operations in the morning Uh, in the morning she always does operations in the morning uh, هي دائما انتبه على ال always دائما تعمل عمليات uh, في الصباح هذا الشيء صح لو خطا هي صح تسوي عملياتها الصبح تشتغل عمليات الجراحيه من الصبح بس ما كانوا كاتبين بالقطعه always. كانوا كاتبين يوجوالي يوجوالي فاني راح اعتبرها فولس خطا فولس نمبر 3 She wears a uniform at work. She wears a uniform at work. هي تلبس ترتدي زي موحد في العمل عند العمل انتبهنا انه هنا انا اي يونيفورم هاي بادية بحرف صوت علة بس هي ما محسوبة على العلة محسوبة على الاصوات الصحيحة اذا نرجع لعلم الاصوات فاذا نحط اي هاي ممكن ما تشاهده الكلمة أور الساعة تحط لها أن أور ويونيفورم الزي تحط لها أي يونيفورم البقية مثل الدكتا بادية صحيح فتحط لها أ واللي بادية بحرف علة نحط لها أن مثلا أوبريشن إذا أردنا نحط لها أن بس ما بيها أس إذا هي مفرد فنحط لها أن بادية بأو نجي نكمل فهسه هي ترتدي الزي الموحد بالعمل هذا الشيء صحيح ترو number 4 today she is shopping with the friends اليوم هي تتسوق مع اصدقائها خطأ هي تتسوق ويا عائلتها الفاميلي ابنها السان وبنتها الدوتا فاذا هاي فولس خطأ ملاحظ انه today تجي ويا الزمن المضارع المستمر هسه الصفحه اللي وراها راح اشرح لكم اياها انه يكون الفعل مضاف الى ING مضارع مستمر ونلقى today والقى now. ومن ألقى always usually أخلي الفعل بأس شخص الثالث مضارع بسيط number five يقول لك uh, she is shopping for a white coat for work هي دا تتسوق ودا تشتري uh, دا تتسوق شنو uh, قبوط أو معطف أو صدرية بيضاء من اجل العمل الصدريه البيضاء يلبسوها الاطباء حتى هي تلبسها بالشغل فهذا الكلام فولس خطا هي تدور كانت على شوز حذاء شوز كومفورتابل شوز حذاء مريحه تريد كومفورتابل شوز انتبهنا ماتين انه الشي وراها از مو ام ولا ار ورا الشي از وانتبهنا انه الشوب هذا يتسوق لانه قبل از فنضيف له اي ان جي وقواعد إضافة الـ ING إذا الفعل منتهي بحرف صحيح قبل حرف على واحد فالحرف الصحيح يتضاعف يصير اثنين ونضيف ING زين نمبر 6 تقول هير دوتر بنتها 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 ايش بيها هير دوتر از باين ثيك سويتر بنتها تشتري بلوزه سميكه تريد تدفى بيها بالشتاء فهذا الشيء تروه صحيح البعدها بعدها نمبر 7 they go to the shopping mall every day هم يذهبون هي يعني عائلتها uh, يذهبون الى uh, المول للتسوق كل يوم يوميا يوم, يوم, يوم وقاعدين للمول هذا الشيء خطا فولس هي قالت بس بالويك بس بيوم السبت هم كان او ساتردي نمبر 8 يقول لك شي سمتايمز هي بعض الاوقات plays tennis at the weekends تلعب التنس بالعطلة مال نهاية الأسبوع فهذا الشيء ترو صحيح زين انتبهنا إنه هاي ات بعد ويا ذا ويكند وال والان ويا اجزاء اليوم in the morning ان ويا اجزاء اليوم الات ويا العطله مال الويك اند انتهى التمرين حلو سهل ومهم ويجيب الامتحان مال الشهر الثاني ان شاء الله بعدها هسه اشرح لك شويه شلون تفرق بين المضارع المستمر والمضارع البسيط احنا طبعا شارحيهن ومراجعيهن بس هم مراجعه سريعه لان التمرين الجاي يتعلق بهن هسه بنفس الصفحه صفحه 34 اكو تمرين بنهايتها يتعلق بذني شلون تقدر تفرق بيناتهم تختار الفعل المناسب زين راح نجي بريزنت سمبل اللي هو المضارع البسيط شلون وفارق بينه وبين البريزنت present المضارع المستمر أول شيء المضارع البسيط شنو فكرته يستخدم للتعبير عن حقائق فشي حقيقة مثلا الشمس تشرق النجوم موجودة بالسماء هيك أشياء أشياء حقائق المي يغلي الهواء ذا الدنيا ذا باردة المي يتجمد هيك أشياء حقائق علمية أو روتين يومي متكرر أشياء تسويها يومي مثلا أنت تشتغل معلم أنت تروح للمدرسة أنت طالب ابوك مثلا يقعد من الصبح من وقت ويقعدك من النوم وهيك اشياء امك تصب الغداء ما ادري شنو اشياء يوميه متكرره <applause> زين المضارع المستمر يستخدم التعبير عن فعل يحدث الان في وقت التكلم فشي هسه بهالثواني بهالدقيقه ده يصير ها نعبر عنه بالمضارع المستمر نستخدم بي من نريد نسولف عنه مضارع مستمر يعني شنو مثلا اني دا اشرح الان انت دا تستمع الان مثلا انت دا تكتب ملاحظات هسه اشياء هسه دا تصير فنخليها مضارع مستمر مو دائما تصير بس هسه بهاللحظه دا تصير زين اللي دائما متكرر يوميه او شهريه او اسبوعيه او سنويه فنخليها مضارع بسيط هسه افتهمت الفكره بيناتن. لأن راح نشوف احداث مثلا هي تشتري حذاء الحذاء هي يعني هسه بهالدقيقه دا تشتريها لو يوميه تروح تشتري يوميه تروح تشتري يومية. لا هي هسه بهالدقيقه دا تشتري الحذاء راح تجي هسه ضمن الاسئله مثلا بدها تشتري بلوز بدها يوميه تشتري بلوز يوميه يوميه لا بدها بهالدقيقه دا تشتري بلوز بس مثلا هي تشتغل بالمستشفى هي بس بهالدقيقه تشتغل بالمستشفى الطبيبه لو هي يوميه تشتغل يوميه هي وظيفتها بعد يوميه بالمستشفى تلقاها ما عدا ايام العطل افتهمنا الطريقه مثلا هي تنظف البيت هي بس بهالثانيه واحدة راح تنظف وبعد تقعد العمر كله ما تنظف لو تطبخ بس بهالثانيه لا هي راح تظل العمر كله تطبخ وتنظف بالبيت هيك الفكره ان هذا مضارع بسيط بسيط هذا مستمر هسه الاستمراريه ما الحدث بهالدقيقه دا يستمر وبعدين ينتهي بس هذا بسيط فشي يتكرر زين هسه افتهمنا التفرقه بيناتهم بالمعنى بالفكره افتهمنا هسه الفعل يكون بشكلين الفعل له شكلان بالمضارع البسيط الفعل له شكلان بشكلين اما يكون فعل مجرد وشلون شو وقت اخلي الفعل مجرد اذا كان الفاعل مالتي اسم جمع لو ضمير اي وي يو ذي ضمائر الجمع او الشكل الثاني للفعل انه يكون مضاف له اس الشخص الثالث اخلي الفعل بنهايته اس الشخص الثالث إذا كان الفعل مالتي اسم مفرد اسم مفرد مثل علي زكي أو مثل ضمير من على المفرد اللي هي هي شي زين هناك شلون يكون شكل الفعل بالمستمر؟ الفعل له شكل واحد بس شكل واحد وهو مضاف له اي ان هو تضيف للفعل ing بس شو وقت زين اضيف الفعل ing لكن قبل الفعل نضع لو از لو ام لو ار الفعل لازم ينحط ب اي ان جي تضيف لا اي ان جي لا تسوي مجرد ولا تضيف لا اس تحط للفعل اي ان جي ما يصير شكل الفعل غير هذا الا الفعل تحط له اي ان جي بس قبل ما تخلي الفعل لازم قبل ما تخلي الفعل وتحط له اي ان جي لازم قبل الفعل تحط لو از لو ار لو ام الاز حسب الفاعل ويا المفرد الفاعل مالتها هذا اسم مفرد او الضمائر مال المفرد اللي هي ات والشي والهي هي شي ات والار ويا اسم الجمع او ضمائر الجمع اللي هي وي يو ذي والام بس ويا الاي خاصه بها الاي ويا الام بالمضارع البسيط الفعل مجرد اخلي ذولي مجموعه الجمع والاي وياهم يصير اخوهم بس بالمضارع المستمر لا الاي ينفرد يصير بس ويا الام وي يو ذي ويا الار هي شي ات ويا الاز وأسماء المفرد وهي الإز الاسم الجمع وهي الآر اسم مفرد أند اسم مفرد وهي الآر اسم مفرد أس التملك اسم مفرد وهي الإز هيش الفكرة زين هسه بقت الكلمات الدليل الظروف التكرار اكو كلمات من اشوفها بالجمله حتى لو ما افتهمت فاعرف انه هاي الجمله هي مضارع بسيط شني هاي الكلمات اللي راح اللي هي ظروف التكرار اللي تعبر لي على شي ده يتكرر الاولويز always أكثر شي يتكرر اللي هي دائماً usually اللي هي عادة أقل بشوية often اللي هي غالباً sometimes بعض الأحيان never اللي هي أبداً شي ما يصير والافري أفري every, every, every اللي هي كل every day كل يوم every week كل أسبوع every month كل شهر every year كل سنة every morning كل صباح every night كل مساء هيجي every وياها فت كلمة المهم معناها كل والموست من ألقاها مثلا most days أغلب الأيام most مثلا hours أكثر ساعات هيجي فايش راح يصير من اشوف هذني الكلمات بالجمله راسا ويقول لي اختار مضارع بسيط لا مضارع مستمر فاختار مضارع بسيط ما القاهن القى ذني كلمات الدليل مع المضارع المستمر اللي هي today you now today و now today و now today معناها اليوم و معناها الآن today اليوم now الآن ألقى ذني الكلمتين أختار الفعل المضاف إلى ing ألقى ذني السبع كلمات أختار الفعل المضاف إلى اس الشخص الثالث أو فعل أو فعل مجرد حسب طبعا الفعل مالته يعني هنا أنا مضارع بسيط هنا أنا مضارع مستمر ما لقيت لا هاي الكلمات ولا هاي الكلمات فتبقى على الفهم اتذكر انه فتشي اشوفه متكرر روتين حقيقة اختار مضارع بسيط فتشي بس هسه بهالدقيقة دا يصير وما من فهم الجملة ما يبين انه هو متكرر بس هالفترة دا يصير بس المرة فراح يكون بالمضارع المستمر اكتب تام في تعليق لطفا شارك الفيديو الفائدة رجاء ضع اعجبني الفيديو لايك شير كومنت سبسكرايب اشترك الان هسه التمرين اللي هو ورا هذا الشرح كله اللي افتهمتوه كلكم الحمد لله راح تجون تحلون وياي هذا التمرين طبعا انت المفروض توقف الفيديو تختار الاختيار وتاشره وما تكل الكتاب وراها ترجع تشغل الفيديو وتشوفني شلون حليته شي يقول لك يقول لك فايند ذا كوركت فايند ذا كوركت اكتشف اوجد الزمن الصحيح الزمن الصحيح الزمن يقصد به لو present simple مضارع بسيط لو present continuous مضارع مستمر of the verb للفعل and circle it وضع دائرة حوله احنا راح تجينا افعال مخيرنا بين خي... يخيرك بين افعال كل جملة بها فعليا اختار واحد منهن يناسب زمن الجملة اذا لقيت مثلا يوجولي فانت مغمض راح تختار مضارع بسيط لقيت ناو تو مغمض راح تختار مضارع مستمر ما لقيتهن ما لقيت ذني الظروف والكلمات الداله راح تعتمد على المعنى مال حاول تقراها وتفهمها وتحلها على المعنى الشرح راح تحلها بس راح تحط سيركل تحط دويره واحتمال يجن من عندهم بالامتحان فذني مهمات ولازم تركز عليهن. رح نجي نمبر وان I work لو I am working اني اعمل لو أنا دا اعمل الان with a small team مع فريق فريق صغير of other doctors and nurses مع اطباء اخرون وممرضات هسه هنا مع طبيبات اخريات وممرضات هنا هسه ايش راح ايش تختار لي اكو ناو لا اكو توداي لا اكو ذا ظروف مع المضارع البسيط الالويز ويجوالي وها الامور ماكو شلون راح تختار لازم تقرا على الفهم تفهمها وتقدر على المعنى أحدها طبعا الاي تاخذ وراها فعل مجرد اذا مضارع بسيط وتاخذ ام وفعل مضاف للاي ان جي اذا مضارع مستمر يعني الاختيارات اثنيناتهم يصيرن الا المعنى راح نشوفه هو اللي يحدد تقول لك اني اعمل مع فريق صغير هي هاي طبعا نقطة عمل طبيبنا اصلا اخذها اعمل مع فريق صغير من الاطباء والممرضات برايك هسه هذا العمل ده تعمله هذا بس بهالدقيقه بس بهالثانيه ده تشتغله فحتى اخذه مستمر لو هذا بسيط وهو كل يوم ده يتكرر عندها ايام الدوام الرسمي الايام العمل ده تروحها للمستشفى يوميه ده تشتغلوا ويا هذا ويسوون عمليات شفتها الستة ده تشتغلوا ويا هذا يوميه لو بس هاللحظه يوميا اذا راح تختار work فعل مجرد وراء الاي بالمضارع البسيط مضارع البسيط وراء الاي الفعل مجرد I work. نمبر 2 يقول لك I am getting up اني استيقظ دا استيقظ هسه بهالدقيقه بهالثانيه مبكرا لو اي جيت اب لو اني العاده عندي انه متكرر عندي انه استيقظ مبكرا very early كل جدا جدا مبكر because بسبب اي يوجوالي اني عاده دو اوبريشنز اسوي العمليات in the مورنينجز في الصباح هسه أنا من الفهم ده تقول لك اني استيقظ مبكرا جدا بسبب انه اسوي عمليات مالتي فمن يعني انه هي عندها عمليات تروح تسويهن للمرضى فهي خامة بس بهالدقيقة تسوي العملية هي لا شيء متكرر هاي اولا من المعنى وثانيا اكو يوجوالي اصلا هي يوجوالي احنا اتفقنا اذا تشوفها فراح تختار الجملة مالتك ما بالزمن المضارع البسيط I get up والمضارع البسيط قلنا الشكل مال الفعل يكون لو مجرد مثل هذا لو مضاف الى اس الشخص الثالث يعتمد على الفاعل الفاعل مالتي I we you they اسم جمع خلي الفعل مجرد بالمضارع البسيط i get up زين نمبر 3 i shop لو i am shopping اني اتسوق فشي معتاد عليه لو اني دا اتسوق هسه بهالدقيقه for some comfortable shoes for work دا ادور لي دا اشتري لي حذاء مريحه للعمل فش راح تختار حذاء مريحه خوما يومية تشتري حذاء اكيد بس بهالدقيقه هاي اذا تريد تشتريها وتروح الحذاء تطول خوما يوم تتقطع لا تتاخر اذا ايش راح تختار اي ام شوبينج تختار مضارع مستمر هسه تقول لي مستمر يعني شنو يعني يومية يتكرر لا احنا قلنا البسيط هو اللي يومية يتكرر المستمر اللي هو بس بهالدقيقه وقت الحكي ده يحدث باستمرار بس بعدين ينقطع ينتهي I am shopping الفعل طبعا ضفنا على am خلينا قصدي قبل am وضفنا على ing وليش لانه الفعل مال تي اي هي الوحيده تاخذ ام والشوب منتهيه بالبي فاضاعف البي مرتين ليش لان قبل حرف على واحد صحيح واحد على واحد فيضاعف الصحيح مرتين ونضيف ing ان جي اللي بعدها نمبر 4 اي اوفن work لو ام working فور ماني اورز من معنى الجملة تقول لك أنا أنا غالبا أعمل آه لساعات طويلة فالعمل لساعات طويلة إيش تفهم من عنده أنه هي بس هالدقيقة ده تعمل ساعة طويلة لو دائما لا دائما وهي أصلا قالت غالبا هاي الأوفن من أشوفها أوفن هي هم دليل أنه أختار المضارع البسيط المضارع البسيط من الفعل ما تيكون آي فأختاره مجرد لو كانت هي كان الفعل أحط له اس فيصير ويركس فصارت اي work أني اعمل لساعات طويلة نمبر 5 تقولك my daughter بنتي بايز شوف هنا لانه الفاعل مفرد فالفعل ياخذ الشخص الثالث او is buying هي تشتري احط is والفعل اضيف لها ing ايش راح اختار بت هذا تشتري a thick بلوزة ثخينة بلوز للشتاء برايك هي كل يومية تجي تشتري لها بلوزة يومية, يومية 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 لو بس بهالدقيقة بس بهالثانية تشتريها وهي تبقى عندها عمر كله ها ايش راح شو تقول والله راح هي بس بهالدقيقة اذا از باين ان يعني هي مستمر بس هسه تشتريها لحظة تتكلم دا تشتري وبعدها هي راح تبقى عندها للسويتا فماي دوتا از باين ا سويتا بتي تشتري الفعل هو الباي ضفنا له اي ان وقبل حطينا از ليش لانه دوتر ماي دوتر هي مفرد فنعوض عنها بالشي لان هي مؤنث ونحط از قبل الفعل ملاحظ احنا كنا قايلين اذا الفعل منتهي بحرف صحيح قبل على واحد نضاعف الحرف الصحيح بس الباي هذا حرف الواي هذا حالته خاصه ما يتضاعف اوكي okay. زين نمبر 6 هي طبعا بالانجليزي دائما احنا نطي قاعده ونطلع من عندها باستثناءات نطلع من عندها بحالات خاصه شاذه هي شويه مشكله بالانجليزي مثلا هذا الجيت هو منتهي بصحيح قبل على واحد فشوف اذا انتبهت الجيتن التي صارت اثنين وضفنا اغلب اغلب الحروف المنتهيه بصحيح وعلى واحد فاغلبها هي تتضاعف ونضيف اي جي بس بعضها مثل هذا الواي وغيره مثل دبليو اكس ذني ما يضاعفن يعني ما له شغله شعر... وهنهم قليلات اصلا هيك شافان نمبر 6 يقول لك اي ام كوكينغ لو كوك اند لهنا اوقف خلينا نحل هذا لان هذا بي... اختيارات اثنين لازم هنا تختار وهنا تختار فتقول لك اني اطبخ برايك هذا الطبخ مالتها بس بهالدقيقه ده تطبخ لو هي اصلا يعني عمل عندها متكرر الطبخ شو تشوف شو تقول انت الطبخ يعني برايك هي العمل مال الطبخ وظيفه الطبخ هذا فد مره واحده يسوي الانسان وبس بهالدقيقه وهي ما يسولف لو هذا من الاعمال المتكرره الروتين هذا اعمال متكرره روتين يوميه تطبخ هي ام بيت فالام شو تسوي هي تطبخ الاكل جهلها مو صحيح فتقول اي كوك فعل مجرد ما يصير هذا ام cooking and I'm cleaning لو clean اني انظف بحد دقيقة لو اني انظف البيت الهاوس the house فهي هذه هم تنظيف البيت من الاعمال المتكررة الروتينية اللي يومية المرأة تسويها ف اي I clean number seven يقول لك what دا يسأل what do we do ماذا نحن معتادون العمل أو what are we doing ماذا نفعل الآن ماذا نعمل الآن أكو ناو الناو هي الدليل ماتك هاي الدليل مالتها حلو سهل ذين شو مثلا اكو Usually اكو Often كنا نقول مضارع بسيط هسه مضارع مستمر دليل مالته قلنا لو ناو لو تو داي هاي الناو قدامك اذا ايش تختار الفعل لازم مضاف الى ان جي يا هو البي ان جي هذا البي ان جي اذا ار وي دوينج زين هسه تقول لي انت مو قلت لنا قبل شويه الفعل اذا اضيف لا اي ان قبل احط لو از لو ام لو ار وين هنا الاز والام والار؟ هي عندها الار موجوده بس صار بيناتهم الضمير مال الفاعل ليش؟ لانه دا يسال بحاله سؤال شرحناها بفيديو في سابق انه قلنا نقدم الفعل المساعد على الفاعل <applause> والاداه السؤال طبعا تصير هي كلش بالبدايه كلش قبلهم اول كلمه بس نقدم الفعل المساعد على الفاعل هي كانت وي ار وي بعدين هنا انا ار doing يعني اذا اردت تجاوب راح تنزل وي ار دوينج مثلا او وي ار شوبينج خوش هيك يصير ال بعد هنا نمبر 8 الاخيره يقول لك وين اي فيل تايرد ده تعبر عن حقيقة علمية أو فد يعني عندها روتين عمل متكرر إنه هي في الحقيقة أو فد عمل متكرر ده تقول لك عندما أني أشعر بالتعب when I feel tired وين عندما اي انا فيل اشعر فيل تايرد بالتعب اكون متعبه شو تسوي اي اي شو اسوي اني ريد اقرا لو ام ده تقول من اشعر بالتعب واحد يعني دائما يشعر بالتعب مو بس بهالثانيه هي راح تشعر, تشعر بالتعب كل ما تشتغل وتتعب نفسك فراح تشعر بالتعب فاذا هي شو تسوي حتى ترتاح وقت فراغها يعني من تتعب هاي وقت الفراغ شو تسوي عمل متكرر هذا فتسوي I read تقعد تقرأ إنسانة مثقفة تحب تقرأ أو إذا ما تقرأ ما بيها حل مثلا تقرأ فش راح تسوي watch لو I'm watching تشاهد التي في راح تتفرج تلفزيون for watch هم فد عمل متكرر مو بهالدقيقة ماذا تسولفنا على هسه هي ايش تسوي خوش هي ده فتشي متكرر انه هي كل ما تتعب لو تقعد تقرأ I read لو watch اي واتش تي في تلفزيون خلاص هذين التمرين المهمات خلصت الصفحة اللي بعدها بيج ثيرتي صفحة خمسة وثلاثين يعني هي مو مهمة بالنسبة للامتحانات تعتبر مو مهمة بس بالنسبة لليومي يعني تعتبر كنشاط و... وفعالية تسويها ان هو المطلوب من عندك تسوي بروجكت بي فور بروجكت تسوي لك مشروع تسوي لك نشاط يعني نقسمكم جروبات الطلاب فكل مجموعة يسوي لهم بوستر يسوي لهم ملصق طبعا هي هاي الصفحة من جزئين هي صفحة كاملة بس انا قسمتها نصفين هي دي يسوون بوستر يعلقوه حتى بالصف ويسوون بإعلان على فد يريدون مثلا يبيعوا او او فد يريدون يعني يشاركون باصدقائهم فد معلومة فمثلا ستة هنا أنا اصدقائنا دي يريدون يسولفون على الحقيبة المدرسية مالتهم فهذا سووا الإعلان خلنا نسمعهم وش يقولون يقولون هذا صديقنا دا يقول we made a poster نحن صنعنا هذا الميد ماضي فعل مال الميك بس شاذ هو فيصير شكله مختلف الافعال القياسية نحط لها ايدي وي ميد نحن صنعنا عملنا ابوستا اللي هو ملصق آه. هذا أد اللي هو إعلان إعلان ملصق أو منشور أو شيء يعني مشاركة يومية for a great school backpack عن حقيبتنا المدرسية الرائعة العظيمة يحبوها الحقيبة المدرسية اللي هي لأنها يعني لها دور عظيم في مساعدة الطالب على حمل يعني كتبة ومساعدته في الدراسة فيحبون يشكرون الحقيقة مالتهم فسووا هذا البوستر حتى يبينون دورها العظيم فقال make your own poster اد سوي ماتك الإعلان الملصق المنشور المشاركة ماتك الحلوة النشاط الفعالية اللي راح تسويها الخاصة بك اللي تحبها أكو طبعا في بالكراسة بوكت أخذناه على مجموعة إعلانات الشوبس بالمول محلات بالمول تريد تأخذ فكرة من عدهن أو أنت تريد تسوي لك فكرة خاصة بيك مثلاً بالخامس كان هم عندكم مرة على الدوف الحمامة وهي شيء أشياء أنت شون شنت تسويها بالخامس تقدر تساهم بالسادس تريد تسوي لك بوستر تريد فشي تشاركون وترتبو هنا أنا انتبهت لي الميك هي المضارع والفعل المجرد من ميد اللي هو الماضي والتصريف الثالث زين إيش قالت لصديقتنا هبة هذا أخوها قالت له هو is it for? من أجل ماذا يعني راح يسووها هاي الإعلان عن شنو و does it like? وشون يكون شكلها ماذا تبدو كيف تبدو و What is it made of؟ ومن شنو مصنوعة؟ هاي المعلومات لازم تتضمنها انه هي من يستخدمها هنا راح يستخدمها الولد وشون يكون شكلها سولفنا عليها مواصفاتها ومن شنو مصنوعة يا مادة مصنوعة هم لازم يتضمنوا بهذا الاعلان مثلا تريد تعلن انت مثلا على رولا مسطرة تريد تعلن مثلا على موبايل مثلا تريد فسولف عليا من راح يستخدمه وبيش يفيده ومن شنو مصنوع وشون يكون شكله بيج سمول هيك امور مثلا تريد تعلن على تراوزر جا جينز جاكيت هيك امور شو شي يعجبك انت مثلا راح نقرا استحنا احنا ونعبر لان انا اشوفه مو مهم اور سكول باك باك حقيبتنا المدرسية حقيبة حقيبة الظهر المدرسية حقيبة حقيبة الظهر المدرسية إيش راح نقول أول شيء هو ترسم لك صورة وتكتب عليها في الجملة يقول هنا you can carry it you can. أنت تستطيع carry حمل it حملها carry it حملها carry يحمل on your back على ظهرك تشيلها تقدر تحملها وتشيلها على ظهرك يعني تفيدك انت كطالب زين انتبهنا انه الكان وراها فعل مجرد اللي هو كاري بعدها أه البعدها هاي الصورة الحلوة الجنطة مالتنا شو مبينة هسه هاي من صورتها مبينة كان هو شايلها على ظهره فيعني تقدر تشيلها على ظهرك هاي الصورة شو تفهمك يعني حتى اذا ما تعرف معاني تقدر من الصورة تفهم الصورة هاي شو تفهمك تفهمك انه هي قوية شوف عضلاتها تلعب حديد هاي عضلاتها وهي بالرغم من انه هي قوية بس ده نقدر نشيلها اذا هي it is light هي خفيفة and strong وقوية هي خفيفة بس شنو قوية تقدر تحمل هواي كتب والله يعين الطلاب اللي يشيلون جدول كله كامل على ظهرهم يوميا يا يعني هن باليوم ست دروس وكل درس كتاب ونشاط مو بس الانجليزي صار كتاب ونشاط حتى العلوم كتاب ونشاط الرياضيات كتاب ونشاط العربي قراءة وقواعد كلها وفوقها دفتر لكل مادة يعني شايلة فد ما شاء الله عشرين شي هيجي يلا الحمد لله اه نجي على بعد هاي الصورة اش شوفها it is made of cotton اه انه هي هي من يش مصنوعة اغلب الجنط اغلبهن انه هي تنصنع من القطن it is colorful انه هي اه ملونة زاهية الالوان بها الوان متعددة خوش اه حتى تصير يعني احلى it is made of cotton it is colorful they also they استخدم الماده الصناعيه زين الاسفل الصفحه نهايتها هاي الصوره اشد اشوفها اشد تفتهم من عندها انه هي بيها جيوب هواي مو صحيح فهنا يقول لك it has lots of pockets انها تحتوي الكثير من يعني الجيوب ال هو الجيب نسميه او بعد مصرف الجيب هم بوكيت الجيب زين هنا هاي الصوره ايش تفتهم من عندها انه هي ايش اه تحتوي تحتوي اه جيب او يعني سحابه كبيره هناك اي دبدا عبر نقول لكم مو بس يعني جيوب سحابات كثيره هنا جيب او سحابه كبيره للكتب الكبيره هنا اشياء صغيره تحشيها كلها هنا اشياء الكبيره بالجيب الكبير السحابة كبيرة يقول لك there are pockets for big books يوجد سحابات وجيوب كبيرة المن للكتب الكبيرة زين انتبهنا انه there وراها are ومرة there وراها is ده ننتبه ليش هنا أنا وهنا أنا is هنا أنا there are لأنه وراها اسم جمع ورا الار اسم جمع بي اس الجمع عرفته هنا ليش إز لأن وراها إيه واسم مفرد شوف البوكيت هنا مفرد هنا بوكيتس جمع فهنا أنا ذير إز هنا أنا ذير آر هنا أنا بيج بوكس الصفة والاسم أنت ناصفة زين وبعد قال على هاي الصورة هذا ما رد يوصف. يوصف يقول ذير آر بوكيتس فور بينز أند كرايونز يوجد uh, جيوب سحابات يعني لأقلام الجاف وأقلام التلوين الألوان يحطها على الجانب الطلاب حتى يحافظون عليهن اللي بعدها يقول لك there is a short pocket too وكو جيب صغير أيضا سحابة صغيرة هاي دا هاي الصغيرون اللي هنا يحطون بها بس همتين أقلام ألوان شو شنو أشياء اللي بسرعة يحتاجها الطالب مساحة مقطاطة اللي بسرعة يحتاجها بدل ما يظل يدور بالجنطة فيخليه هنا على القرب هاي توب معنا ايضا اللي هي اخر شيء هاي الصوره السحابه الكبيره دا يخلي بيها مو بس الكتب دا يخلي بيها شنو هاي دش تفتين من عندها هاي جنطه تحتوي هذا الغدا هنا حاطه يقول لك there is a big pocket for a lunch box سحابه uh, او uh, جيب كبير للغدا لانش غدا بوكس صندوق علبة الغداء علبة الغداء يحطوها هنا أنا. انتبهت انه ذير از هنا ذير از مختصريها مسويها فارزة اس انتهى التمرين ان شاء الله استفاديتوا تحياتي لكم نسال الله القبول نسالكم دع شاركوا لكي يستفيد الجميع